اكيد مننا ابتدى يروح السينمات المصرية ويتفرج على الافلام الثري دي، كلنا بنشوف على الافيش بتاع الفيلم او البوستر بتاع الفيلم 3D. 3D يعني ثلاثي الابعاد، يعني بنشوف الحاجة كأنها حية، يعني ما يبقاش زي رسوم متحركة زمان كانت عبارة عن 2D اللي هو كأنها مسطحة. لما بتشوفها بالنظارة اللي هي دايما حضراتكم أكيد رحتوا السينما وشفتوا الموضوع أو سمعتوا عنها على الأقل، بتشوفوها مجسمة. معايا ضيفي عمل أول فيديو كليب مصري بمنظومة الـ 3D أو ثلاثي الأبعاد. هو عمل، خليني بلاش أتكلم عن الموضوع، خليه هو اللي يشرح لنا أكتر. ضيفي فارس طج، مصور ومخرج كليب العشوائيات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، منورنا. ربنا يخليك. مبروك انك انت اول مصري تعمل كليب، ولا انا غلطان؟ لا لا، ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد فعلا عظيم. انا يعني فوجئت انه ثلاثي ابعاد، وفوجئت ان هو فيديو كليب، وفوجئت ان هو عن العشوائيات اللي في مصر، والمفاجأة الكبرى بقى ان هو المزيكا نوعها ايه؟ راب. راب هيب هوب. ليه اخترت الراب؟ ان الراب رسالته رياليتي قوي، يعني بيتكلموا في مضمون حقيقي، مش بيبعدوا عن الحقيقه كتير، بيتكلموا في المضمون الحقيقي بتاع العشوائيات اللي دايما الناس بتهرب منه يعني. تمام. ومهما اتكلمت فيه ومهما قلت الناس مش هتسمعه، اني عارفه ان دي حقيقه. فطبعا كان فكره ال 3 دي عشان يبقى تمام، يعني انا عارف ان في عشوائيات مش هتفرج على الفيديو كليب، فعملته بتقنيه 3 دي عشان مش عايز تتفرج على كليب، يبقى لازم يعني ينشد، تشد لفكره 3 دي، فهتتفرج يعني هتتفرج، ولازم تبدا تشوف فعلا العشوائيات اللي في مصر، ان الناس فاكره العشوائيات دي يعني في عشوائيات فعلا حاجات غريبه في مصر، فاهم قصدي؟ بس فعشان كده انا يعني الراب الكلمات عجبتني جدا لما الفريق ورهاني، قلت لهم انا يعني هعمل لكم الكليب ده، اعمله لكم بتقنيه اول مره تنزل في مصر، وفعلا نفذتها. طيب خلينا نرجع بقى لموضوع 3D. ايه التقنيه اللي ممكن تشرحها لنا مبسطه لمشاهدي نهارك سعيد، انه ازاي بصور 3D؟ اول حاجه في التصوير الفيديو كليب ده مش لازم كاميرتين، يعني مش لازم كاميرتين زي بره بيتعمل، لازم يبقى 3 دايمنشن اكتر كمان من 3 دايمنشن، تبدا الكاميرات تبدا تتجزأ بشكل لايرز. الكاميرا بتاعتي اللي بستعملها كانت لو بادجت، حاجات عاديه جدا. لازم يعني بيني وبين الشخص اللي انا بصوره او اللوكيشن لازم يبقى يعني الشكل لايرز، طبقات. من بعد الكاميرا بمتر في حاجه، من بعدها في حاجه، بعدها في حاجه، لغايه ما بوصل للارتست ده نفسه اللي بيغني. كل الحاجات دي كلها بتتكون في لقطه واحده، في سكند واحد. بتبدا تتحرك لما بحطها بقى عندي في التكنيشن، في المونتاج، ببدا بقى يعني الفيديو كليب بيبدا يتجزا معايا الاجزاء كتير قوي. مثلا دخان بيطلع، نار، هواء بيزق الدخان كده شويه، دراعه وبيعمل كده، فكل ده انت ما بتشوفه متخيل الحاجات دي عماله تيجي كده. لو راجل مثلا في الشوارع، الناس الشباب الولاد اللي بتهرب من المدرسه اللي في العشوائيات، الناس اللي قاعده يعني بتاكل عيش حاف، بيتخانقوا على الطوابير، طبعا الكلام ده كله انت لما بتشوفه بتبدا تصوره بطريقه معينه زي ما قلت لحضرتك لايرز، بتبدا تجزأه حاجات كتير من وسط مثلا يعني رغيف عيش، بعد كده دراعه، بعد كده كتفه، بعد كده وشه. تمام. عايز تقول ان هو بيبقى فيه عمق جدا، ما هو ثلاثي الابعاد اكتر من ال 2D. ال 2D حضراتكم اللي هو ممكن تكونوا بتتفرجوا على اي فيلم، العمق ما بين اللي واقف قدام الكاميرا واللي واقف ورا الكاميرا ما بيبقاش بعيد، انما في 3D بيبان العمق اكتر واكتر، بالاضافه الى التجسيد، تجسيد الحاجه اللي بتتصور. مظبوط يا فندم. تمام. انا سمعت، او ممكن اكون معلوماتي خاطئه، ان هي بتبقى كاميرا واحده بتبقى عدستين. الكاميرا بتبقى كاميرا واحده وبتبقى عدستين، العدستين دول بيصوروا نفس الحاجه اللي هي انت بتصورها، ما بيصورش حاجه تانية. مظبوط يا فندم. دي بس ده ال 3 دي اللي هو النورمال العادي. كويس. اللي هو لازم اكون جايب شاشه 3D، وفي السينمات بيبقى في ثلاث يعني ثلاث جهات عرض. عظيم. يمين وشمال وفي النص، عشان واحده كده واحده كده واحده في النص. عشان انت لما بتلبس النضاره تلاقي الابعاد جايه، مش لازم يعني مش حتى لو انت قلعت النضاره بتبدا تحس فعلا ب 3D.
تمام. لكن اللي هو الفيديو اللي انا عامله ده انالايزنج عشان طبعا يقدر يشتغل على التلفزيونات العاديه، مش كل الناس هتقدر تروح السينما تتفرج عليه، او مش كل الناس عندها شاشات اتش دي عشان يقدروا يتفرجوا على الفيديو كليب ده. فهو معمول بكاميرا واحده عشان هو يعني اختصاره اللي يعني لما اجي ارجع للتكنيشن وانا في المونتاج اكتر يعني اكتر من التصوير. فما كنتش محتاج كاميرا هيد ولا كنت محتاج كاميرا كبيره قوي عشان اشتغل بيها حاجه زي دي. ولكن ال 3 دي لما بتصور حاجه 3 دي او ثلاثي الابعاد لازم تعرض على حاجه بتعرض 3 دي. يعني الحاجات بتعرض 3 دي من 1970، من زمان، من اول فيلم شوك، افلام بتاعت زمان قوي معموله برضو بتقنيات 3 دي، وهم بداوا يطوروها واحده واحده. كويس. موضوع حضرتك تفتكر زمان قوي كانوا بيعرضوا وبيسلموا لك النظاره. أيوة. زمان. دلوقتي بداوا يرجعوا للمضمون ده بشكل تطوير، ان الافلام بقت اتش دي والكاميرات بقت احدث، فالتقنيه بقت تبان فعلا 100%. تمام. انت من المتوقع انه دلوقتي زي ما ممكن نكون كثير من مشاهدي نهارك سعيد ممكن ينزلوا في اي مكان بيتفرجوا على عايزين يشتروا تلفزيونات، تقريبا معظم التلفزيونات دلوقتي رايحه ناحيه الاتش دي، الاتش دي الهاي ديفينيشن. الهاي ديفينيشن اللي هو الكواليتي العالي اللي اسمها هاي ديفينيشن، واللي ممكن تشوف عليها الافلام ال 3 دي طبعا باستخدام النظاره. تمام. هل تعتقد انه في يوم من الايام مصر هتوصل لمرحله انه كل الناس تبقى عندها تلفزيونات 3 دي؟ طبعا. طبعا لازم. هو ده هيحصل، يعني هيحصل. التلفزيونات دي بقت موجوده كتير جدا وتمنها بقى قليل، فانا ليه يعني في ناس بترجح بدل ما تشتري شاشه كمبيوتر دلوقتي في ال اي دي بدل ال سي دي. ال اي دي الكواليتي بتاعها اعلى، الميجا هرتز يعني النقاء اعلى بكتير. ففي يقول لك انا بدل ما اشتري تلفزيون هجيب ال اي دي وهستخدم. نعم. بس فاهم قصدي؟ بس المشكله انه ما زال لازم نحط النظاره على عيوننا. دي انا جربتها الحقيقه في كذا مكان، يعني محلات بتبيع التلفزيونات، حسيت ان انا مقيد ان انا ابقى قاعد في البيت لازم ابقى لابس النظاره عشان اشوف الموضوع مجسم. ما هو ما لهاش حل غير كده. هي لازم تلبس النظاره عشان تبدا تشوف الثلاثي الابعاد. ممكن يتعمل بطريقه تصوير تانية، طريقه تصوير تانية من غير 3 دي. انا اخر يعني شفتها من قيمه شهرين، مسرح معمول هنا في مصر 3 دي. رحت انفيتيشن كانت مبعوتها لي، رحت اتفرجت على مسرح 3 دي. ده فين؟ في الاوبرا. كويس. كان زميل يعني ليا، زميل ليا كلمني وقال لي تعالى انا عايزك تتفرج عليه. فرحت لقيت مسرح ومن غير نظاره. وعجبني جدا. الموضوع كله لايت سيستم. نعم. لايت يعني اللايت سيستم كان هم بي بي بيعتمدوا بيها. فطبعا انا قاعد كنت منبهر باللي بيحصل. عجبني جدا. فاهم؟ ما اعرفش يعني يمكن لو اتحل مشكله النضاره دي الانسان ممكن يعني ياخد عليها. انا بتكلم دلوقتي مش بتكلم في مصر بس، انا بتكلم في العالم كله. تمام. انا ابقى ملتزم بانه لازم احط نضاره على النضاره اللي انا لابسها، او بدون النضاره العدسات اللي انا لابسها، او بدون النضاره والعدسات اساسا، مجرد ان انا ابقى حاطط. اكيد ممكن يوصلوا بالتقنيه لمرحله انه انا ما البسش النضاره وانا بتفرج على شاشه فيها 3 دي فيلم. نتمنى انه يحصل كده. خلينا نرجع تاني بقى لفيلم العشوائيات. تمام. انت رحت صورت فين؟ في كل ممكن حته تتخيلها. رحت المنوفيه. رحت المنصوره. رحت حته اسمها المؤسسه. رحت الهرم، عشوائيات الهرم. حته اسمها قفر الجبل. نعم. كل الاماكن دي رحتها. يعني عايز اقول لك انا شفت فعلا هي دي العشوائيات. يعني انا كنت بسمع كلمه عشوائيات بس مش متخيلها زي ما انا شفتها. فعلا عيله كامله بتفطر برغيف عيش. طبعا مشاهدينا نهارك سعيد احنا بنعتذر ان احنا مش هنعرف نعرض الفيلم، لانه حضراتكم لو اتعرض دلوقتي لازم حضراتكم يبقوا لابسين النضاره ال 3 دي، المشكله اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه. وفي نفس الوقت هتشوفوها عباره عن صورتين فوق بعض، ما بتبقاش صوره واحده شارب. تمام. على عشوائيه. فنزلت بقى صورت في الاماكن دي. انا صعقت لما شفت دي العشوائيات. انا يعني شفت عشوائيات كتير بس طبعا مش كده فعلا. في كان وطبعا انا عملت الموضوع ده من بعد النظام السابق.
قلت لازم انزل يعني خلاص بقى، بقى في حريه اكتر، بقى واحد يعمل طب اللي هو الناس عايزه. وانت بتصور بقى في اللوكيشن نفسه، يعني بما انك انت بتصور في مكان حي يعني مش ديكور، طب الناس كانوا مستقبلينك ازاي وانت واخد الكاميرا والناس والاستاف؟ لا انا ما حدش ما عملتش الفيديو هناك، انا صورت لقطات باك اب احطها على الكليب بس، بس لكن ما خدتش يغنوا، اصل مش اكيد مش هنغني فوق يعني، فاهم قصدي؟ يعني كويس. مش متخيل ان هم يغنوا، مع ان هم ما بيغنوش ولا بيرقصوا ولا بيعملوا حاجه دي، يعني بيتكلموا عادي، بس تعرف طريقه الراب دايما بيبقى اللبس بتاعه الحركه. غريب شويه والحركات، ما انا عشان كده بسألك فانا كنت تقبلوها متوقع ازاي ان الناس يعني. هتتلم. فانا لا، نزلت بالكاميرا بتاعتي عادي، وقفت بترايبود فوق حاجه، قعدت اخد لقطات، بقيت اجي كده اكني سايح واقوم مصور، اخد الشوت اللي انا عايزه، اروح هنا شويه اخد الشوت اللي انا عايزه كده. لكن طبعا لو كانوا معايا ما كنتش طلعت بالكاميرا اصلا يعني، كانوا كنت خدوها بقى. شفت ما كنتش هطلع بيها يعني. راب عن العشوائيات، يبقى الرسالة أكيد مش رايحة للعشوائيات نفسهم، للناس اللي ممكن تستقبل الراب. ويعني غير الناس اللي ممكن تستقبل الراب، الرسالة من أكيد الناس اللي في العشوائيات، اللي أنا عايز أقوله إيه، إن الناس اللي العشوائيات احترامنا الشديد ليهم وأذواقهم، يعني طبعا على عيني وعلى راسي كل الفن الشعبي، إنما ذوق كله للفن الشعبي مش لطريقة الراب الحديثة، أو واخد بالك؟ فأكيد الرسالة مش رايحة للناس اللي في الأحياء الشعبية، هي الرسالة رايحة لا، هي الرسالة رايحة للناس اللي بتحب الراب، وتاني حاجة الجهات الحكومية، ان هما بنسبة 70% بيتكلموا جهات حكومية، يعني بيوصلوا الرسالة للمسؤول، انت مسؤول عن منطقة كذا، بيبدأوا يحكوا على المنطقة كويس. في كذا وفي كذا، وناس يعني سكن، في واحد عايش من غير اكل وبيت من غير سقف، كل الكلام ده يعني المسج اللي واصله للناس، الجهات الحكوميه اللي مسؤوله عن العشوائيات. ومن ضمن الحاجات انه جايب، كنت انا جايب كام فيديو كده، المسؤولين بيتكلموا ان تطوير يعني تطوير العشوائيات سنه 2020، 2020 ده انت عقبال ما توصل لسنه 2020 هيكون العشوائيات دي ماتت. ما هم 2020. العشوائيات يعني، بص حضرتك، هي الرساله الاساسيه البلطجيه وقطاع الطرق والناس دي، ان هم فعلا بيخرجوا من العشوائيات، ان هم ما بيلقوش ولا شغل ولا فلوس، طب هيعملوا ايه؟ فبيضطروا بقى ان هم لازم يسرقوا، لازم يسرقوا، ده الناس هي مش قادره تفهم الناس البلطجيه دي بتيجي منين، بتيجي فعلا من العشوائيات مش شرط يعني، بنسبه 90%. مش شرط ان هو عشان عايش في العشوائيات هو يبقى بلطجي، ده بالعكس، ده ممكن يكون البلطجه للاسف الشديد الشباب يعني دلوقتي في الوقت الحالي بقت بلطجه في كل حاجه، يعني مش بس ان انا اسرق وان انا امشي غلط، ده بلطجه يعني، في طريق مثلا السويس بشوف كل شويه ماشي في الطريق الناحيه التانيه عشان زحمه، يعني البلطجه بقت للاسف الشديد بقت واخده مش بس الناس يعني فعلا المحتاجة أو الناس الفقيرة، لأ بقت للأسف هو زادت. ده نظام يعني ماشي في البلد من بعد الثورة، كله بقت كل واحد بقى ماشي بمزاجه يعني، فاهم قصدي؟ بس انا بقول لحضرتك، هي طب أنت جايب لنا بعض الصور خاصة بشغلي. بشغلك غير الفيلم اللي هو بتاع بتاع العشوائيات، شويات. ممكن يا غادة بعد إذنك المخرجة نشوف بعض الصور سريعا، بعض الصور الفوتوغرافية. أنت ابتديت أساسا مصور فوتوغرافي صح؟ هل درست درست الفوتوغرافيا؟ الاخراج، الإخراج درست فين؟ في بريتش كانسر انجلت. طب فيري جود، حلو قوي. ما عندناش صور. لا عندنا اهو. ده مين؟ ده الشيخ مشاري راشد العفاسي، تمام ده اتصورت في القلعة ونزل الكفر ألبوم بتاعه، كويس قوي. كان سنة 2009 2010 سوري 2010. كويس. ايه تاني؟ يعني في حاجات كتير قوي يعني، والله عندنا حاجات يعني كتير، حاجات كتير نتمنى يعني، ان احنا نلحق نشوف نلحق شوية. نشوف اي حاجة قبل نلحق الوقت. ما لسه اهو. نفس برضو الصور بتاعته، هو اختار ان انت تصوره في المكان ده ولا انت اللي قلت لا كان انا ساعتها كان اشتراك مع المخرج تامر حربي ان هم يصوروا يعني، قعدنا نقعد نتناقش لغاية ما وصلنا المكان ده. حلو قوي. انت هتعمل البرومو بتاعك بتاع الحفلة، كان في حفلة تتعمل في مصر، قلت له اوكي، وانا انا في اي مكان هعرف اشتغل يعني، قلت انا في اي مكان هعرف اطلع شغل، حلو قوي. بس ان انا اصلا 90% من شغلي اوت دور يعني، التكنيشن بتاعي ان انا بشتغل برضو بتكنولوجي جديد في الاوت دور، في صور عاديه بتطلع اللي هي اسمها اتش دي ار، هاي دايناميك ريجن. كويس. الاساس كله هو انت عارف حضرتك طبعا، المصور اضاءه، اللي يقدر يشتغل بالاضاءه صح يبقى هو ده المصور. فانا اشتغلت بقى بتقنيه جديده اسمها اتش دي ار اي، هاي دايناميك ريجن ايماجينيشن، كويس قوي. عباره عن لايت سيستم، نفس اللايت سيستم بيبقى في استوديوهات السوفت بوكس والحاجات دي، بس بشتغل بيها بره.
ببدأ بقى أوزع الإضاءة يعني على منطقة منطقة في الجسم. طبعا بقى ما بعد كده ما بتيجي تشوف الصورة تلاقي بقى الشاين، اللمعة هنا اللمعة هنا، بتبدأ تحس إن الصورة برضو ليها دايمنشن، يعني الإنسان مش مجرد آخره هنا لو أنت بتصوره كده، بتحس إن هو ليه تكملة بره، ورا ودنه في تكملة بتكمل، فاهم قصدي؟ برضو دي حاجة جديدة يعني، أنا بحاول أشتغل بجديد، إن طبعا اللي اتعلمته بره اللي أنا أشتغل بجديد. هل في صور تانية يا أستاذ غادة نقدر نشوفها؟ مفيش. طيب هل متوقع قريبا ان احنا نتفرج على فيلم مصري 3D هو نازل اوريدي اصلا روائي ب 3D؟ لا لا فيلم روائي 3D؟ لا ما اعتقدش، يعني هم محبذين الفكره، يعني مش الفكره مش بالنسبه لهم ان هي قويه قوي، يعني في ناس مش يعني مش مقوياها في مصر ولا حتى فيها سبورت. ان انا اصلا يعني عايز اعمل صور 3D، انا عملت صور 3D بس عايز انزلها على مجلات، عايز انزل صوره 3D ومع كل مجله نظاره، اصل النظاره تمنها بسيط جدا 5 جنيه، فمش محتاج يعني لو حطيت النظاره ولو يعني طبعا جبتها حاجه يعني كميه كبيره هتقف ممكن ب 2 جنيه لوحده. فلو انت تخيل انت بتتفرج على اعلان مثلا، اعلان اي حاجه خاتم مثلا لسه نازل جديد شركه مثلا دماس عمال، فانت بتلبسه بتبدا تتفرج على منظر الديتيلز اللي في الخاتم، طبعا هتنبهر هتروح تشتريه. عربيه بنفس الموضوع، فانت متخيل انت بتتفرج على العربيه شفت الديتيلز بتاعتها كلها بنضاره، شايف ابعادها اكنك واقف قدامها. ما هي فكره 3D بيدخلك جوه الواقعه اللي انت بتتفرج عليها، نضاره فيديو كليب بيدخلك تحس انت قاعد جوه، بس اي حاجه بتحصل جوه الفيديو فانت بتحس ان هو بتحصل معاك انت، زي ما حضرتك عارف يعني مثلا خبطه ايد حاجه زي كده، فبتحس ان هي معاك ترجع لورا. بس فهو هو فكره 3D كله عشان يحاول يدخلك جوه المود. عظيم. بس زمان كنا ما نقول انه يعني افلام جيمس بوند لما نقول ان هو مش عارف هيتكلم في التليفون من اي حته في العالم كنا نقول ايه الخيال ده، اول ساعه مش عارف بيحصل فيها ايه، نقول تطلع الله الخيال ده لا مش هنوصل لكده. احتمال موضوع ال 3D ينتشر بشكل اكتر واكتر، واحنا شايفين في العالم كله ان هو عمال يزيد فعلا دلوقتي بشكل كبير. بص حضرتك على افلام، مفيش فيلم اللي بينزل 3D دلوقتي، كل السينمات بتنزل 3D. وعلى فكره الافلام بتاعت زمان برضو يعني فيلم تايتانيك الفيلم العالمي اللي كلنا حضراتكم اكيد اتأثرنا بيه جدا، كل الكره الارضيه نزل نزل عملوه بنسخه جديده 3D. فالتطور رايح ناحيه 3D. فالله اعلم بقى 2020 زي ما قالوا لك العشوائيات هتخلص، يكون يمكن الناس بقت 3D، يمكن نعرف نعرض الفيلم بتاعك 3D ويكون الناس تشوفه 3D على شاشه نايل لايف ان شاء الله. الأستاذ فارس تاج مصور ومخرج كليب العشوائيات، نورتنا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. ونحاول بقى نجيب المرة الجاية ايه مونيتور صغير كده معانا، معانا عشان نعرض ال 3D والكاميرا هي اللي سوا. تمام، نورتنا يا فندم، ربنا يخليك يا باشا. فاصل وراجعين.